السؤال الثاني في مساجد عندنا في المنطقة. نعم. وتكثر فيها البدع، هل يجوز لنا الامتناع عن الصلاة فيها ولا؟ مثل البدع ما هي؟ مثل البدع الأفكار الجماعية وشابه ذلك. نعم. طيب شكرا لك أخي حميد. سؤاله الثاني يقول هناك مساجد تكثر فيها البدع وهل تجوز الصلاة فيها، وأنا سألته عن البدع فقال مثل الذكر الجماعي. يا شيخ على كل حال مثل هذا قد يشيع في بعض البلدان، لكن هذا لا يمنع الموافقة في الصلاة، لأنه وجود الخطأ لا يمنع الموافقة في الخير. نعم. ويعتزلهم في ما كان من شر، لكن لا يشاركهم، لا يترك الخير الذي عملوه، كما جاء الرجل إلى عثمان رضي الله عنه وهو في حصره لما جاءه الخوارج وحصروه رضي الله عنه في بيته، جاءه من يسأل أنت إمامنا وهذا يصلي لنا إمام، أنت إمامنا وهذا يصلي لنا إمام فتنة، يعني فلم يكن يستطيع أن يخرج للصلاة، فماذا أصنع؟ قال الصلاة خير ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن وإن أساءوا فلا تسئ. ومعنى هذا أنه مع كونهم كانوا ضلالا خارجين عن الإمام مبتغي فتنة، إلا أن عثمان رضي الله عنه وهو المقصود بالأذى لم يمنع من الصلاة معه، بل قال الصلاة خير ما يصنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن، يعني صلي معهم ولو كانوا على تقصير أو ضلال، وإذا أساءوا فاعتزل. كذا هذه المساجد ما فيها من تقصير في السنة لا يسوغ تركها، ما دام أن هذا في دائرة البدع العملية التي لا يكفر صاحبها، أما إذا كان هناك بدعة يكفر صاحبها كالاستغاثة بغير الله عز وجل أو دعاء غير الله عز وجل أو ما أشبه ذلك، هنا المسألة تأخذ منحا آخر وجوابا مختلفا. الصلاة معهم والتدرج أيضا في دعوتهم إلى السنة وهدايتهم إلى ما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه عمل أصحابه، هذا الذي يجب. أحسن.